ملزمة راقية جدا لرواية الانيمال فارم للمرحلة الرابعة، طبعا جديدة. شوفون كلش تعبانين بيها حقيقة. بالبداية تشوف هنا حياة الشاعر، مثل تشوف حياة الكاتب، بعدها الشخصيات وترجم جواها، ثم بعد الشخصيات خارطة للأحداث، ثم السمري مرادفات الخاصة بكل شابتر، كذلك عندنا بنهاية الملزمة تحليل، وكذلك أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة مثل ما تشوف، أشياء المهمة، الوصايا السبعة، وملزمة جدا جدا مرتبة. لطلب هذه الملزمة تقدر تتواصل وياي على قناتنا أو على المعرف اللي موجود بالوصف، موجود معرف الأستاذ للتواصل، تدخل على هذا المعرف وإحنا حاضرين. طبعا إحنا تعبانين بها وسعرها راح يكون مناسب إن شاء الله، أعتقد ما راح يكون صعب على أحد.